أعلنت إدارة منتدى شباب العالم عن تطوير إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم بشكله السنوي المعهود من مدينة شرم الشيخ، وتخصيص عوائد هذا العام من الرعاية المخصصة لصالح تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات. أقالت إدارة منتدى شباب العالم إن قرار تطوير إطلاق النسخة الخامسة من المنتدى جاء في ضوء إدراكها للمتغيرات الدولية الحالية والأزمات العالمية المتتالية التي نتج عنها تداعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تمثل أعباء إضافية على كاهل الدول والحكومات والمواطنين، مؤكدة أن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم لهذا العام ستكون بمثابة دعوة لتنفيذ التنمية بدلاً من مناقشة سبل تحقيقها.